السلام عليكم. يا اخبارك يا شيخ؟ اتفضل الحبيب. حضرتك انا كلمت حضرتك امبارح وهذا في نفس التوقيت، وممكن بعت رساله وكلمتك وانت حضرتك والله بعت طول رساله. اليوم مشغول، اليوم طول اليوم والله مشغول طول اليوم طب والله. انا هحكي دلوقتي حضرتك بعد ما يا شيخ. ها انا دلوقتي انا 27 سنه وشغال في منطقه سياحه، ها تمام؟ فكنت عايز اعرف بس اللغة. قعدت مع اصحابي كتير قالوا لي ان انت شغلك ده المفروض تتحرك فيه مش دخيل أنت حركه. ماذا تصنع؟ ها بصراحة كده ماذا تصنع في الشركة؟ انا حضرتك شغال في مكان فندق، فباخد مواد من المستقبل ومن مبنيات الشاليهات وبأجرها لحسابي، تمام؟ سمسار بمعنى صح. فعايز اعرف ان كان هناك شبهة على ذلك او هناك لغط في ذلك ام لا. ثانيا، انا اللي بأجر له بأجر للاسر او شباب لوحدهم، سواء بيجوا مع بعض شباب اربع شباب خمس شباب لوحدهم، او بيجي بعد كده بنات ثلاث اربع بنات لوحدهم، بس بيقول خلاف دول، يعني دول مش ما بين بتاكلوا مع بعض ولا بين بتاكلوا مع بعض. بس فانا عايز اعرف هل في هناك شبهه على بس ذلك في هل بينك ولا بين بقى عن طلع شفتها؟ انا عايز اعرف دنيتي. اسمع كلامي، اسمع كلامي بس باختصار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. الله يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا أنت بتأجر لناس طيبين محترمين ما فيش مشكلة، بتأجر لواحد صايع جايب واحدة صايعة ويدخلوا في الغرفة وحدهم، هذا لا يجوز لك وحرام. ولا تخلفني في كده؟ لا لا طبعا اكيد لا. الحمد لله والسلام عليكم.